مشاهدينا متابعينا الكرام، التحديات متواصلة والانطلاقات تتواصل في ثاني أيام هذه البطولة، بطولة كأس الاتحاد السعودي. التحديات متواصلة والانطلاقات متواصلة مع هذه الأعداد الكثيفة وهذه الشعارات التي تحضر هنا على أرضية ميدان نجران وفي هذه البطولة. شكرا لاتحادنا الغالي على ما يقدمون من جهود مبذولة، ومن أيضا هنا ما نلاحظ على أرضية الميدان، شكرا على ما تقدمون لهذه الرياضة وللملاك والمضمرين. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلق قبل لحظات الشوط الخامس عشر لفية البكار اللقاية، والمسافة المخصصة هي الأربعة كيلومترات. الرحلة المصاحبة لهذه الأسماء ولهذه الشعارات، انطلق سير بحضراتكم إلى الخمس المراكز المنطلقة مع البداية، مع القيادة، مع أول الانطلاقات وأول التحديات. هذا هو شعارك البريدي، ومرحبا بهذا الشعار. حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، من يقدم لنا بلشة وتحديات بلشة مع أول الانطلاقات. النقلة والدور على المستوى الثاني، هناك الوصول والقدوم من الزاوية الأخرى. وصل هنا شعارك يا من يتقدم، لهم بن طالب بن محمد بن شريم يقدم لنا تبوك وتحديات تبوك. هناك من غيرت الأمور أيضا، هنا الوصول والقدوم من براقة ومسفر بن محمد بن سلوم الرزق، من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا تحديات براقة. أيضا هنا الوصول والقدوم في هذه اللحظات. وصلت هنا شور وعلي بن صالح بن جابر آل معين المري، من يقدم لنا شعاره. أيضا هنا الوصول والتدخل في هذه اللحظات. فرج بن محمد بن حمد المري، من يقدم لنا شعاره. وصلت الأسماء ووصلت الشعارات. أيضا هنا الوصول والتدخل في هذه اللحظات. وصل راشد بن علي بن ثلاب الهاجري، يقدم لنا الرياضية وتحديات الرياضية. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، يا من تتابعون القنوات الناقلة لهذا الحدث الهام ولهذه البطولة، بطولة كأس الاتحاد، ذعنا على مسامعكم الخمس المراكز المنطلقة، الخمس المراكز المندفعة كأول نداء لهذه الأسماء ولهذه الشعارات. العودة إلى البداية، إلى من غير مجريات هذا الشوط، هذه الرياضية وتحديات الرياضية. وهنا بن ثلاب، واثنين كيلو قطعنا يا بن ثلاب، وتبقت اثنين كيلومترات، ما تفصلنا عن النماس. هنا الرياضية وتحديات الرياضية في هذه الرياضة المحبوبة لدى الجميع. يا بن ثلاب، من يقدم لنا الرياضية؟ هنا راشد بن علي بن ثلاب الهاجري، المستوى الثاني فرج بن محمد بن حمد المري، من يقدم لنا الريشة وتحديات الريشة؟ الواصل والقادم في هذه اللحظات، مبارك بن سويلم بن عبد الله، هنا السويلم يقدم لنا سحابة وتحديات سحابة. أيضا هناك الوصول من شعارك القادم والواصل، له بن طالب بن محمد بن شريم، هذا هو الشعار، شعارك يا بن شريم، أحد الشعارات التي لها ماضي ولها حاضر في هذه الرياضة. أيضا الوصول والتدخل، مسفر بن محمد بن سلوم الرزق يقدم لنا براقة. أيضا هنا المنضم، وصلت هنا بلشة وحمد بن جر الله بن حمد البريدي، من يقدم لنا بلشة وتحديات بلشة؟ هنا 1200، ما يفصلنا عن الانتصار وعن النوماس الغالي. يا بن ثلاب ركز والتركيز مطلوب. وصلت الأسماء ووصلت الشعارات، أوهو أرى شعارات قادمة في هذه اللحظات. أيضا هنا الواصل، شعارك هنا يا فرج يا بن محمد يا المري، يقدم لنا الريشة. وأيضا هنا السويلم يقدم لنا سحابة. أيضا هنا الوصول المنظم في هذه اللحظات، من الواصل؟ وصلت هنا لما، وهنا سليمان بن سلامة بن سليمان الفايد الجهني كأول نداء لهذه البطلة. وأيضا وصل، أوهو يا بن رفعان يقدم لنا جلمودة،
احد الابطال في هذه البطولة، عايض بن رفعان بن عايض العاطف القعطاني وحمد بن محمد بن حمد الغفراني يتابع لنا هذه البطلة ويتابع لنا جلمودة، ولكن الرياضية والتحديات الرياضية والامتار الاخيرة يا بن ثلاب، وصلت الاسماء ووصلت الشعارات، وين السلام؟ ابناء الشحانية يطالبونك بالانتصار يا بن ثلاب. اوهو بن رفعان يحاول، ولكن الرياضية والاسماء الواصلة، وصل الفايدي ليقدم لنا لما وتحديات لما، وايضا الوصول عبد الله بن صالح بن ربيع الجابر، وصلت الاسماء وصالح بن علي بن حسين آل عويره الكربي، ولكن الرياضية وابناء الشحانية وابناء دولة قطر، وصل بن ربيع، وصل بن رفعان، وصل الفايدي والكربي واصل، ولكن وين الامتار الاخيرة؟ هنا بن ثلاب والامتار المجنونة، يا سلام، الله الله، الرياضية وبن رفعان والفايدي، وين السلام؟ الامتار الاخيرة، ولكن السلام الى دولة قطر الشقيقة، الى ميدان التحدي، بن ثلاب وراشد بن علي من هنا، بن ثلاب الهاجري من قدم لنا الرياضية وتحديات الرياضية، هنا بن ثلاب راشد بن علي بن ثلاب الهاجري من قدم لنا هذه البطلة وكانت بطلة لهذا الشوط. التهاني والنماس لمالك الرياضية ومن قدمها راشد بن علي بن ثلاب الهاجري، من قدم لنا شعاره وقدم لنا هذه التحديات، وارسل السلام والنماس إلى أبنائي دولة قطر، والسلام إلى ميدان التحدي، إلى ميدان الشحنية. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا وياكم التنافس حتى الرمق الأخير، وكان بن ثلاب بطلا لهذا الشوط، ومن قدم لنا هذه البطلة والتوقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية قاطعة مسافة 4 كيلو، وهنا التوقيت يا مخرجنا العزيز لحظات، وسنوافيكم بالتوقيت 4:19:58 جزم من الثانية توقيت الرياضية، والمستوى الثاني كان جلمودة وعايض بن رفعان القحطاني 6:19، هنا 6:19 و53 جزم من الثانية كان هنا توقيت جلمودة وعايض بن رفعان القحطاني، والمستوى الثالث اللي ما قصرت كانت لما وسليمان بن سلام الفايد الجهني 6:19:98 جزم من الثانية، والمستوى الرابع كان هنا التواجد من عبد الله بن صالح بن ربيع المري من قدم لنا شعاره، والمستوى الخامس كانت عوايد وصالح هنا بن علي بن حسين آل عويره الكربي من قدم لنا شعاره. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا وياكم تحديات الشوط 15، وكان بن ثلاب حاضرا هنا على أرضية ميدان نجران، قدم لنا الرياضية وتحديات الرياضية في هذه البطولة، بطولة كأس الاتحاد، ذهب بالسلام إلى دولة قطر الشقيقة. تهانينا والنماس يا مالك الرياضية على هذا التميز في هذه البطولة، بطولة كأس الاتحاد، ومن قدم لنا الرياضية وتحديات الرياضية. تهانينا والنماس لجميع الفائزين، هنا قدم لنا الرياضية راشد بن علي بن ثلاب الهاجري، تهانينا والنماس يا أبو علي على هذا التميز.